يعترف بلدي بأهمية منع وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ووصولها إلى الأطراف من غير الدول. هذا القرار التاريخي أصبح ركيزة أساسية في هيكلية عدم الانتشار العالمية. تثني الجزائر على عمل اللجنة المنشأة عملا من القرار 1540 وجهودها المتفانية في تعزيز التنفيذ الشامل للقرار والعالمي. نقدر عمل اللجنة في مع الدول الأعضاء وتوفير المساعدة وتعزيز التعاون الدولي من أجل تقوية القدرات الوطنية ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.